اولى اعدادي. النهارده باذن الله يا اولاد هنكمل المنهج بتاعنا اللي بداناه مع بعض في الترم الاول. الترم الاول احنا خدنا ظواهر كونيه، خدنا المجموعه الشمسيه، خدنا كوكب الارض، شكل الارض، خدنا الارض بتتكون من يابس وميه. النهارده بقى هنكمل برضه دراستنا في كوكب الارض. هناخد حاجه مهمه جدا وهي عناصر المناخ. عناصر المناخ، بص يا اولاد، انت خدت في سنه رابعه ابتدائي وفي خمسه وفي سته حاجه اسمها الطقس وحاجه اسمها المناخ. قبل ما اتكلم عن النقطه دي يا اولاد، اعرف عن ايه كلمه المناخ، عناصر المناخ دي يعني ايه. بص يا اولاد، المناخ ده لو ثابت الحياه تبقى ثابته ما فيهاش تغيير. فالمناخ ده نعمه من عند ربنا، لما بيتغير وبيتنوع بتتنوع شكل الحياه على سطح الارض. فهنا لازم افرق بين كلمه طقس وكلمه مناخ. كلكم يا اولاد ساعات بتقعدوا كده جنب بابا او ماما بتتفرجوا كده على نشره في التلفزيون، هتلاقي بيستنين كده المذيع او المذيعه اللي بتتكلم عن درجه الحراره بتاع بكره ايه؟ عشان نشوف هنلبس ايه؟ هنشوف مثلا الجو بكره ساقع، جو مطر، زي ما خدنا كده مثلا يا اولاد من اسبوعين لما قالوا في التلفزيون بكره اجازه عشان حاله الطقس في مصر سيئه، فاحنا خدنا اجازه. فاحنا لازم النهارده نفرق بين كلمه طقس وكلمه مناخ. الطقس يا اولاد هو وصف حاله الجو. يعني بوصف الجو بتاع بكره، بتاع بعده، بتاع مثلا في خلال ثلاث ايام. وصف حاله الجو في فتره زمنيه قصيره. من حيث ايه يا مستر؟ الحراره والرياح والامطار والضغط الجوي. يعني بقول مثلا بكره الحراره كذا، الضغط الجو مثلا كذا، الامطار مثلا في امطار او ما فيش، الرياح مثلا اتجاهها كذا، شماليه شرقيه، شماليه غربيه، فلازم هنا الطقس هو وصف حاله الجو، اداه على كلمه وصف. طيب المناخ هو متوسط حالة الجو. متوسط حالة الجو فترة زمنية طويلة. يعني يا ولاد مثلا فصل زي ما خدنا في سور السنة في الترم الأول، فصل الصيف والربيع والخريف والشتاء. أو يا ولاد هنا على مدار فترة طويلة ممكن شهر. فبوصف هنا بقول هنا متوسط حالة الجو، يعني بشوف مثلا خلال مثلا شهور الصيف متوسط درجة الحرارة كام. فبقول هنا هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة. يوم ولاد شهر فصل سنه من حيث عناصر المناخ الحراره والرياح والامطار. اذا هنا لازم اكتب هنا التعريف بيجي لي في الامتحان، ما الفرق بين الطقس والمناخ؟ طب الطقس هو وصف حاله الجو فتره زمنيه قصيره من حيث الحراره والرياح والامطار. اما المناخ هو متوسط حاله الجو فتره زمنيه طويله من حيث الحراره والرياح والامطار. طيب هاخد اول حاجه دلوقتي في عناصر المناخ بتجي لي في الامتحان اكمل. عناصر المناخ نقط ونقط ونقط، عند الحراره، الضغط الجو والرياح والامطار. هاخد اول حاجه النهارده يا اولاد هي الحراره. الحراره دي اهم عناصر المناخ، ممكن تجي لي في الامتحان. ليه الحراره اهم عناصر المناخ؟ لانها تؤثر على باقي العناصر. فصل يا مستر، هي اللي بتاثر في الضغط، هي اللي بتاثر في الرياح، هي اللي بتاثر في الامطار. طب هنا ليه الحراره اهم عناصر المناخ؟ لانها تؤثر على باقي العناصر. ايه باقي العناصر؟ العناصر المناخ الثانيه اللي هي الحراره والرياح والضغط والرياح والامطار. طب يا مستر درجة الحرارة مش ثابتة. درجة الحرارة مش ثابتة من مكان لمكان. زي ما خدنا في الترم الأول غير درجة حرارة الصيف، غير درجة حرارة الشتاء، غير درجة حرارة الربيع، غير درجة حرارة الخريف. انزل هنا، إيه العوامل اللي بتأثر في الحرارة؟ درجة حرارة مصر، غير درجة حرارة مثلا فرنسا، غير درجة حرارة مثلا دولة مثلا من دول أفريقيا. إيه سبب اختلاف درجة الحرارة؟ إحنا برضه ولاد خدنا في الترم الأول نوعين الأشعة، الأشعة المائلة والعمودية، فاكرينهم؟ أه فاكرينهم. وعرفت ان عمودية اشعة حرارة. هنتكلم النهارده عن اسباب اختلاف درجة الحرارة. عندي اولاد خمس عوامل. القرب او البعد عن دائرة الاستواء او الموقع بالنسبة لدائرة الاستواء. لما خدنا كده في الترم الاول واتكلمنا اولاد هنا عن دائرة الاستواء اللي بتقسم علينا شمال وجنوب. تاني حاجة اولاد القرب او البعد عن المسطحات المائية. تالت حاجة اولاد التضاريس، لما خدنا كمان كده امثلة في الترم الاول. بعد كده حاجة اسمها الغطاء النباتي اللي هي الغابات والشجر والكلام ده. طول النهار زي ما خدنا لك في الترم الأول، عرفت إن النهار في الصيف طويل والنهار في الشتاء إيه؟ قصير. طب هنا إيه العوامل اللي بتأثر في درجة الحرارة؟ عندي حاجة هنا الموقع الأرضي اللي هو الفلك اللي هو الكرب من دائرة إيه؟ الاستواء. الموقع بالنسبة للمسطحات المائية. التضاريس، الغطاء النباتي طول إيه؟ النهار. أول عنصر أولاد اللي هو الموقع بالنسبة دائرة الاستواء. كلما ولد بقرب من دائرة الاستواء بترتفع درجة الحرارة، بترتفع درجة الحرارة اللي هي في المناطق دي يا ولاد. ترتفع درجة الحرارة، كلما بقرب منها.
لان اشعه الشمس بتكون ايه؟ عموديه زي ما خدناها في الترم الاول. كلما ببعد عن دائره الاستواء شمال او جنوب بتقل درجه الحراره، دلوقتي ايه؟ ان اشعه الشمس بتكون مائله، اشعه الشمس بتكون ايه؟ مائله. بيجي لنا في الامتحان بما تفسر ارتفاع درجه الحراره طوال العام عند المنطقه الاستوائيه لسقوط اشعه الشمس بشكل ايه؟ عمودي. طيب تاني عنصر اولاد القرب والبعد عن المسطحات المائيه. يعني تخيل واحد مثلا لو انا قريب كده من المسطحات المائيه درجه الحراره بتكون فيها معتدله. عارفين ليه؟ ان الميه بتلطف درجه حراره الجو. فصل يا مستر، زي ما احنا عندنا في الصيف هتلاقي معظم الناس بتطلع خرطوم الميه وبتخش في الشارع. ليه؟ بتلاقي البيوت طراوه. طب اذا هنا ليه بتعتدل درجه الحراره في اسكندريه شتاء او صيفا؟ لان المياه بتعتدل ايه؟ بتلطف درجه حراره الجو. دي اقول لك مقارنه بالمسطحات المائيه مثلا في المناطق اللي زي كده درجه الحراره بتكون فيها ايه؟ معتدله. ليه؟ لان الميه بتلطف درجه حراره الجو. طب التضاريس يا اولاد، التضاريس لما خدنا كده حاجه زي المرتفعات زي الجبال والهضاب، خلينا اقول لك في الجبال. الجبال دي اولاد هنا اجل زي ما خدت في الترم الاول اقل جبل ارتفاعه 1000 متر. فهنا اولاد في جبال توصل ل 3000 متر 4000 متر 5000 متر. انا عندي هنا مثلا زي جبال مثلا الهيمالايا زي ما خدناها في اسيا خدناها في الترم الاول. الجبال المرتفعة كلما برتفع 150 متر عن سطح الأرض بتقل درجة الحرارة واحد مئوية. كلما برتفع 150 متر عن مستوى سطح البحر لما تيجي تلاقي أي حاجة على مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة واحد مئوية، درجة الحرارة واحد مئوية. طب يا مستر حد يقول يا مستر ما هو الجبل مرتفع والشمس فوق، يعني كل اللي فوق يكون أعلى درجة حرارة؟ لا، في حاجة اسمها الجاذبية الأرضية بتجذب الأشعة مرة واحدة لذلك المقطع اللي فوق بتقل درجه الحراره. بيجي لي هنا سؤال في اولاد في الامتحان، اي جبل مثلا زي الجبال اللي هنا او الجبال اللي هنا او الجبال اللي هنا او الجبال اللي هنا زي ما خدنا في الترم الاول، ليه بيغطيها الجليد؟ ليه؟ بسبب كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجه الحراره واحد مئويه. رابع عنصر معايا يا اولاد، عندي الغطاء النباتي، في حاجه رافضها كمان كده لسنين ثلاثه اسمها الغابات والحشائش. طيب الغطاء النباتي اللي هو الشجر. احنا مثلا في جنينه ماشيين مثلا في الجنينه مثلا في الصيف هتلاقي نفسنا بنمشي على النجيل او بنمشي على الخضره، بتحس ان الارض اللي تحت الخضره دي درجه حرارتها اقل عن الاسفلت. السبب ان الغطاء النباتي بيمنع وصول اشعه الشمس لسطح الارض. لما قلت لما تفسر ليه درجه الحراره في النبات اقل هنا في الاماكن المكشوفه؟ لان الغطاء النباتي بيمنع وصول اشعه الشمس لسطح الارض. طب ليه الاماكن المزروعه اقل حراره في الاماكن المكشوفه؟ ان الغطاء النباتي بيمنع وصول اشعه الشمس لسطح الارض. خامس عنصر معايا يا اولاد اللي هو طول النهار، طول ايه؟ النهار. انا زي ما خدت في الترم الاول ان النهار في فصل الصيف طويل. اذا الارض بتاخد كميه كبيره من اشعه الشمس. والنهار في فصل الشتاء قصير، الارض بتاخد كميه قليله من اشعه الشمس. اذا نقول لي كده وضح العلاقه بين طول وقصر النهار. كلما الارض تتلقى كميه كبيره من اشعه الشمس ترفع درجه الحراره. والعكس صحيح، والعكس ايه؟ صحيح. لما يجي في الامتحان ايه العوامل المؤثره في اختلاف درجات الحراره؟ عند اول حاجه الموقع بالنسبه لدائره الاستواء، الموقع بالنسبه للمسطحات المائيه، التضاريس، الغطاء النباتي، طول النهار. دلوقتي بيجي في اسئله بما تفسر كتير هنعوزهم برضه في ثانيه اعدادي وفي ثالثه اعدادي. تاني عنصر معايا وهو يا اولاد الضغط الجوي والرياح، الضغط الجوي والرياح. همسك الضغط الاول لوحده. الضغط ده يا اولاد عكس الحراره. عكس الحراره، لو حراره مرتفعه يبقى ضغط منخفض. لو حراره مرتفعه يبقى ضغط منخفض. اذا العلاقه بينهم علاقه ايه؟ عكسيه، علاقه عكسيه. يعني اولاد اي رياح عندي بقى هاخدها بعد كده بتهب من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. طب اي رياح بتهب منين؟ من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. يعني من اقل حراره الى اقصى حراره، من اقل حراره الى اقصى حراره. طب اذا العلاقه بين الضغط والحراره علاقه ايه؟ عكسيه، علاقه ايه؟ عكسيه. الرياح هو إيه؟ عندي الرياح دي انواع اربعه. دائمه، موسميه، محليه، نسيم البر والبحر. دائمه دي يعني كل يوم. هفسر كده بعد كده هشرح واحده واحده. موسميه يا اما صيف يا اما شتاء. محليه على مكان معين من سطح الكره الارضيه. نسيم البر والبحر على الارض اللي جنب البحر بالظبط. هبدا اول حاجه قلت الرياح الدائمه، الرياح الدائمه، الرياح الدائمه. بص يا اولاد، الرياح
هي رياح تهب بانتظام طوال العام. قلت من الضغط ايه للضغط ايه؟ من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. طب اي رياح بتيجي منين؟ من الضغط المرتفع الى ضغط منخفض. طب الرياح هتهب، هي رياح تهب بانتظام طوال العام من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. انا عندي الرياح الدائمه دولت هاخد منها ثلاث انواع. في رياح اسمها رياح قطبيه عكسيه تجاريه. قطبيه عكسيه تجاريه. طب هنا من انواع الرياح الدائمه نقط ونقط ونقط. قطبيه عكسيه تجاريه. فاكرين رسم الدوار العرض اللي خدناه في الترم الاول؟ هطبع عليها الرياح الدائمه. هبدا اولاد اولا بالرياح القطبيه، هبدا هنا من فوق، فكلمة التوب لازم اتاكد ان جوه في خمس خطوط. طيب عندي هنا اولاد الرياح القطبيه بتهب منين؟ انا عندي هنا 90 بنسميها القطب. اللي هقوله هنا هقوله هنا. اذا بتهب من القطبين الى الدائرتين القطبيتين. اذا بتهب من الضغط المرتفع الى ضغط ايه؟ منخفض. طب اذا هنا الرياح القطبيه بتهب منين؟ من القطبين الى الدائرتين ايه؟ القطبيتين. يعني بتهب مثلا الرياح القطبيه من القطب الجنوبي الى الدائره القطبيه الجنوبيه. ومن القطب الشمالي الى الدائره القطبيه ايه؟ الشمالي. ودي رحله بارده، رياح ايه؟ بارده. اما الرياح العكسيه ولاد بتسير عكس الاتجاه، عكس الاتجاه. يعني تشوف كده الرياح القطبيه السهم اهو، دي عكسها، بتهب من دائره عرض 30 شمال وجنوب الى الدائرتين القطبيتين. ودي رياح بتجلب معاها الدفء، بتجلب معاها ايه؟ الدفء. الولاد اللي بتجي من اقصى الحراره الى اقل حراره، لما تفسر للرياح العكسيه بتجلب الدفء، اللي بتهب من اقصى الحراره الى اقل حراره. الرياح التجاريه دي ولا بتهب من دائرة عرض 30 شمال وجنوب إلى دائرة الاستواء، إلى دائرة إيه؟ الاستواء. ودي ولا رياح بتلطف درجة حرارة الجو، يعني بتيجي من أقل حرارة إلى أقصى حرارة، عكس العكسية، عكس إيه؟ العكسية. طب يا مستر إيه الحروف اللي أنت عاملها دي؟ دي يا ولاد هنا اختصار لكلمة قطبية، يا مستر بالحرف ده. عكسية نفس الكلام، توجيه نفس الكلام. طيب هطبق هنا يا ولاد. لو جات لي رسمة ده في الامتحان، ساعات بيجي لي في الامتحان يقول لي هنا واحد رياح نقط، اثنين الرياح نقط. انا عشان ما اتلخبطش هتاكد اعملها كده، قطبيه عكسيه تجاريه، تجاريه عكسيه قطبيه. اخدها بالرموز دي هتلاقي انا حفظت انواع الرياح. سهم نازل، سهم طالع، سهم نازل، سهم ايه؟ طالع، سهم نازل، سهم. السهم دي عليها ولاد بدايه الرياح ونهايه الرياح، بدايه الرياح ونهايه الرياح. احفظ بالشكل ده اعرف افهم الرياح الدائمه الموجوده في العالم كله. طب الرياح الموسميه دي ولاد يا اما صيف يا اما شتاء، يا اما صيف شتاء. الرياح دي ولاد بتغير اتجاهها طوال الموسم، يا في الصيف يا في الشتاء. ركزوا معايا علشان هنا انا مش هطبق على مصر، مش هطبق على مصر عشان ما حدش في الكلام اللي اقوله دلوقتي. الرياح الموسميه الشتويه دي رياح جافه. اما الرياح الصيفيه دي رياح ممطره. يا مصر انا في مطر في الصيف؟ اه اقول لك مش عندنا، بس في مناطق ايه؟ استنى. الرياح الموسميه الشتويه دي جافه ان بتهب من اليابس الى الميه، ان بتجي من الارض نحو ميه. اما الرياح الصيفيه ممطره بتيجي من الميه الى اليابس. بيجي لي في الامتحان ليه الرياح الموسميه الصيفيه ممطره؟ اللي بتهب من ايه؟ من الماء الى اليابس. طب ليه الشتويه جافه؟ اللي بتهب من اليابس الى الماء. طب الرياح المحليه دي رياح ركز هنا ذات تاثير محلي، يعني بتهب في مناطق محدوده من سطح الارض. يا بس عندنا في مصر عندنا رياح الخمسين اللي بتحصل في فصل الربيع اللي هو شهر مارس وابريل، وعندي رياح اللي هنا الهبوب في السودان. طب اذا الرياح المحليه هي رياح ذات تاثير محلي، اذا ال 50 اثرت فين؟ في مصر بس. طيب نسيم البر والبحر دي ولاد بيسموها رياح يوميه. دي ولاد بتحصل في الارض اللي جنب البحر. يعني مثلا يابس جنبيه بحر. اليابس بيطلع منه هواء والبحر بيطلع منه هواء، اذا بنادي نسيم البر ونسيم البحر. نسيم البر ونسيم البحر. انت الصبح مثلا رحت مصر طلعت من السكن بتاعك ناحيه البحر، بتحس ان بيجي لك هواء ايه؟ يجي لك هواء من ناحيه البحر، صح؟ طيب بالليل انت بتروح ناحيه البحر بتحس ان هناك في هواء ايه؟ دافي، هواء ايه؟ دافي، صح؟ طب اذا هنا نسيم البر بيحدث امتى؟ ونسيم البحر بيحدث امتى؟ نسيم البحر بيحدث نهار، نسيم البر بيحدث ايه؟ ليل، نسيم البر بيحدث ايه؟ ليل. ايه السبب يا مستر؟ قال لك هنا ان الهواء الساخن هو دايما اللي بيطلع لاعلى. الهواء الساخن هو اللي بيطلع ايه؟ لاعلى. الشمس بطول النهار على الارض، الهواء الساخن بيطلع للاعلى، بيخف وزنه بيطلع للاعلى، بيحل محله هواء ايه؟ بارد، هواء ايه؟ بارد، صعبة دي؟ الحالات اللي هي اليومية اللي هي نسيم البر ونسيم البحر.
نسيبوا البحر يا ولاد. احنا زي قلنا كده رحنا مصيف وتلاقي الهواء كده واحنا طالعين من الساكن ناحيه البحر بيجي لنا هواء ساقع. هواء ايه؟ ساقع. اسمه نسيم البحر. اذا نسيم البحر ماكس امتى؟ في النهار. اما نسيم البر يا ولاد بيحدث بالليل، ان الارض خدت كميه الشمس وبتطلع الهواء الساخن بتاعها ناحيه ايه؟ البحر. اذا الهواء الساخن هو اللي بيطلع لاعلى بيحل محله هواء ايه؟ بارد. طيب لما نقول هنا كلمه تفسر حدوث نسيم البر هو البحر بسبب ايه؟ اختلاف درجه الحراره بين اليابس والماء المتجاورين. بما تفسر حدوث نسيم البر والبحر بسبب اختلاف درجات الحراره بين اليابس والماء المتجاورين اثناء الليل والنهار، اثناء الليل والنهار. اما لو قال لي بما تفسر حدوث الرياح الموسميه بسبب اختلاف درجه الحراره بين اليابس والمتجاورين اثناء فصول السنه واثناء ايام السنه. طيب المطر يا ولد، عند المطر ده لازم ما خدنا كده قبل كده ان الشمس بتسخن مسطحات المائيه بيطلع البخار الى السماء بيتكون الى ولاد سحب وبتسقط على شكل امطار. طب انواع الامطار عندي يا ولاد ثلاثه، تصاعدي صعوديه تدريسيه اعصاريه. تصاعدي اللي خدناها هنا في الترم الاول، فاكر المنطقه الاستوائيه دي؟ اه يا مستر فاكرينها، دي اللي بيكون عليها اشعه الشمس عموديه. في هنا ولاد محيطات كده موجوده في المنطقه دي، الشمس بتسخن مسطحات المياه بيطلع هواء ساخن بينزل مطر تصاعدي طوال السنه، طوال ايه؟ سنه، مطر غزير. فاذا هنا من مناطق غزيره المطر نقط في المنطقه الاستوائيه، المنطقه الاستوائيه. طب ايه المطر التصاعدي؟ هو صعود الهواء الساخن محمل بخار الماء لطبقات الجو العليا. طب المطر التضاريسي، فاكر الوقت لما خدت الجبال؟ في بعض الجبال كده بتوجد في محاذر الساحل زي جبال اطلس كده، دي الجبال دي بتصطدم بها الرياح المحمله ببخار الماء بالجبال. يقول بما تفسر حدوث المطر التضاريسي بسبب اصطدام الرياح المحمله ببخار الماء بالجبال. طيب المطر الاعصار ده مش عندنا خالص. دي يا ولاد بعد صلاه في المنطقه البارده، بيطلع هواء ساخن مع هواء بارد بيحصل دوار ايه؟ حلزونيه، بيحصل مطر اعصاري، ده يا ولاد بيصحوا برد ورعد، برد ايه؟ ورعد، ده خصوصا في المناطق ايه؟ البارده اللي في اوروبا والكلام ده. اكتر منطقه فيها مطر مناطق غزيره المطر هي المنطقه الاستوائيه، المنطقه ايه؟ الاستوائيه. متوسط المطر، اي امس كلمه متوسط دي اكثر منطقه البحر المتوسط. نادره المطر اي صحراء في الدنيا زي الصحراء الكبرى في افريقيا. اثر الانسان على المناخ. بص يا ولد، الانسان المناخ زي ما قلت كده في اول الحصه، المناخ ده نعمه عند ربنا، تنوعه بيتنوع اشكال الحياه على سطح الارض. ولكن الانسان اساء لاثر المناخ، اساء للمناخ ازاي؟ بسبب استخدام التكنولوجيا المضره للبيئه، بسبب استخدام التكنولوجيا المضره للبيئه، يعني مثلا استخدم مصانع كتير فيها غازات والكلام ده، الحاجات دي بتتصاعد الى الهواء فوق وبتصعد للسماء فوق وبتصعد فوق، فبتدخل هنا في طبقه اسمها طبقه ايه؟ الاوزون. لما اقول هنا اثر الانسان على المناخ هنا بسبب استخدام التكنولوجيا المضره لايه؟ للبيئه. طب ايه اللي ترتب عليها؟ ارتفاع درجه الحراره في بعض المناطق، انا اخر درس في الترم ده اللي هو الاحتباس الحراري. هنا يا ولاد انتشار الجفاف والتصحر، انتشار الجفاف وايه؟ والتصحر. اذا هنا ايه اللي ترتب على